تتفاقم الخلافات بين كل من أمريكا وتركيا أخذة بالتصاعد، وذلك بسبب إصرار الأخيرة على دعم الإرهاب في الملف السوري، والتي اعتمد أردوغان سياسة الهيمنة والأحادية التابعة أو النابعة من السياسات المبدئية لحزب العدالة والتنمية في تركيا. ما زالت تبعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد نيته سحب قوات بلاده من سوريا يلقي بظلاله على المشهد السوري. وبعد هذا الإعلان تصاعدت حدة التهديدات التركية بشأن شن هجوم عسكري داخل سوريا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وبالرغم من أن ما بين تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها تركيا بتدمير اقتصادها إذا هاجمت الأكراد في سوريا، والاتصال الهاتفي اللاحق من نظيره التركي رجب طيب أردوغان مجرد ساعات، لكنها كانت كافية لاستيعاب أنقرة لسياسة العصا والجزرة التي وضعتها واشنطن في التعامل مع الحليف المتمرد. يأتي هذا في حين تواصل تركيا نشر قواتها في المناطق الحدودية مع سوريا استعدادا لشن عمل عسكري في الشمال السوري، مستهدفة قوات سوريا الديمقراطية حليفة واشنطن في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والتي لم تنجح مهمة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إقناع الأتراك بوقف خططهم لغزو المناطق الكردية في الشمال السوري. لكن يبدو أن ترامب يعرف جيدا كيف يتعامل مع الممارسات المتمردة من جانب حليفه، فقد نجح عبر فرض عقوبات اقتصادية قبل عدة أشهر في إجبار أنقرة على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون برغم صدور حكم قضائي بحقه. وفي وقت لاحق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الزعيمين بحثا استمرار التعاون في سوريا، لافتة إلى أن ترامب أكد أهمية ألا تسيء أنقرة معاملة المقاتلين الأكراد وغيرهم من القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا في الحرب على داعش. وعبر ترامب في الوقت ذاته عن رغبته في العمل مع أردوغان لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية شمال سوريا. أجدير بالذكر ما اقترحه ترامب في تغريدة الأحد الفائت عن إقامة منطقة آمنة بعرض 20 ميلا داخل سوريا، لكنه لم يوضح من سينشئ تلك المنطقة الآمنة أو يدفع تكاليفها، كما لم يحدد المكان الذي ستقام فيه. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع أرحب مجددا بضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي، ومن واشنطن الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. ضيفي الكرام أهلا بكم. أستاذة هبة مساء الخير. أهلا بك. المراقب للشأن أو العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا يرى بصورة جلية وواضحة مدى حجم الخلاف والهوة الواسعة والشاسعة بين رؤية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، مختلفة جدا. هنا أتحدث بملفات كثيرة وعلى رأسها الملف السوري. أستاذة هبة، نعم، هناك حالة من التذبذب في العلاقات التركية الأمريكية، وهناك حالة من التخبط أيضا داخل الإدارة الأمريكية. شاهدنا خلال شهر ديسمبر حالة يعني واضحة من التخبط في القرارات الأمريكية بشأن الأزمة في سوريا. الآن ننتظر نتائج المباحثات ما بين جنرال جوزيف دانفورد ونظيره التركي، لكن كما ذكر التقرير هناك يعني أمور كثيرة مبهمة وغير واضحة فيما يتعلق بإنشاء هذه المنطقة الآمنة في شمال سوريا. من سيقمها؟ من سيتولى إدارتها؟ من سيمول إقامة هذه المنطقة؟ من سيتولى الحماية للساكنين فيها سواء برا أو جوا؟ لكن على كافة الأصعدة هناك مكاسب سياسية كثيرة تحققها تركيا من هذه المحادثات، فهناك يعني تراخي أو تراجع أمريكي عن الانغماس بشكل كبير في سوريا مع سحب القوات الأمريكية. تريد إدارة ترامب أن تتولى تركيا الجانب المالي فيما يتعلق بمكافحة الجانب المالي والعسكري فيما يتعلق بمكافحة الجماعات الإرهابية، وأن تقتصر، لأن العلاقات التركية الأمريكية ربما تكون أكثر فائدة الآن لإدارة ترامب بعدما يعني عجزت عن تحقيق إنجازات في مجال العلاقات الأمريكية الروسية. من جانب آخر، خليني أستاذة هبة خليني أروح لعند الأستاذ حسين عمر أسأله بنفس الجزئية ومن ثم أعود أكمل معك. يعني حقيقة أستاذ حسين، فصول العلاقة الآن بين قوسين المضطربة، دعنا نقول على أقل تقدير، بين إدارة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وتركيا
من جهة أخرى. برأيكم هل ستدخل في فصل آخر جديد أكثر تعقيد وتأزم، أم سيكون هناك اتفاق على شيء معين فيما يتعلق بالملف السوري أستاذ حسين؟ لا، الحقيقة دائما أردوغان يحاول تعقيد العلاقة مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تتراخى. نتذكر من 2003 وحتى الآن، من عام 2003 عندما منعت حكومة حزب العدالة والتنمية حينها القوات الأمريكية من المرور داخل الأراضي التركية للذهاب إلى العراق، وحتى استخدام القواعد الأمريكية في تركيا ضد، يعني في سبيل ضرب النظام في العراق، هذا استمر، هذا التوجه التركي حتى الآن. دائما هناك تصعيد من الجانب التركي ضد الإدارة الأمريكية، ودائما تحاول تركيا أن ترى في الإدارة الأمريكية عدوا لها، لكن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تستطع التوصل إلى قناعة، أو لأن اللوبي التركي الموجود داخل الإدارة الأمريكية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، اللوبي الإخواني التركي لوبي قوي جدا، يستطيع التأثير على القرارات أو يمنع القرارات التي من الممكن أن تحاول الإدارات المتعاقبة، أو من الممكن أن حاولت الإدارات المتعاقبة منذ ذلك الحين حتى الآن اتخاذها ضد تركيا. تركيا الآن حليفة لروسيا ولإيران، وهي تقوم بكل التزاماتها تجاه ذلك الحلف، بعكس يعني صداقتها وحلفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأمريكيين في هذه المسألة هم ما زالوا يحاولون أو يرغبون بجرجرة أردوغان مرة أخرى إلى الصف، لنقل الصف الأمريكي، وهذا لن يتم في القريب العاجل باعتقادي. العلاقات ستتعقد باعتقادي في الفترة المقبلة أكثر من الآن بكثير. نعم أستاذة هبة، يعني الملفت هنا في حديثك وحديث الأستاذ حسين مدى المرونة الأمريكية في التعامل مع تركيا برغم كل الأمور التي أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية قامت بها تركيا، ابتداء من الحلف مع روسيا وإيران في الملف السوري والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وأعلنت ذلك بكل صراحة تركيا بأنها لن تلتزم بالعلاقات أو بالعقوبات المفروضة على إيران. يعني لماذا كل، دعينا نقول، هذا الصبر الأمريكي على تركيا؟ ليس صبرا أمريكيا، لكن هذا الضغط التركي يتوافق مع أهداف الإدارة الأمريكية أن تنسحب بقوتها من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، أن تتخلى عن التزامات مالية والتزامات عسكرية. لذا تتجه إدارة الرئيس ترامب إلى استخدام سلاح الدبلوماسية من جانب وسلاح العقوبات العسكرية من جانب آخر. إدارة ترامب والرئيس ترامب كرجل اقتصادي سابق يجيد التلويح بهذه الأسلحة الاقتصادية، وقد فرض على تركيا عقوبات اقتصادية بفرض تعريفات جمركية على سلعتين فقط، وأدى ذلك إلى انهيار في العملة التركية وفقدت ما يقرب من ربع قيمتها. فهناك ما تستخدمه الإدارة الأمريكية من أساليب للضغط هي في حقيقة الأمر يعني أساليب اقتصادية في المقام الأول، سواء بالتحفيز أو الترهيب، الترهيب بسلاح العقوبات والتحفيز بإمكانية يعني عقد صفقات عسكرية مثل منظومة باتريوت مقابل اتجاه تركيا لروسيا لاستيراد منظومة S-400. نعم. أيضا ما يتعلق بإمكانات مشاركات اقتصادية هامة تؤدي إلى ازدهار، فهو يستخدم سياسة العصا والجزرة أيضا مع تركيا. ليس هناك صبرا استراتيجيا لكن لدى الإدارة الأمريكية، لكن بالفعل تركيا تحقق المزيد من المكاسب على مستوى الأرض في سوريا، على مستوى أيضا التنسيق مع القوى الفاعلة سواء من جانب إيران أو من جانب روسيا. فهناك يعني العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تحققها تركيا الآن. أستاذ حسين، بالعودة إليك، يعني هل هي، دعنا نقول، إتقان اللعب على الأحبال أو الحبل بالعامية خلينا نحكيها من قبل أردوغان،
أو هي بشكل أو بآخر استثمار مكان تركيا الجيوسياسي في المنطقة أستاذ حسين؟ لا، هو بالدرجة الأولى استثمار وابتزاز القوى. الصراع الروسي الأمريكي في المنطقة هو سبب هذا النجاح الذي حققته تركيا حتى الآن. ولنكن واضحين، النجاح هذا لم يكن إلا ببيع أو بتسليم كافة مناطق التي حررت من قبل المجموعات المسلحة التي كانت تؤتمر بأمر تركيا، والتي أدت إلى تسليم تلك المناطق لروسيا وللنظام، وانسحبت منها تلك القوات التي تكونت الآن في جيوب صغيرة داخل الأراضي المحتلة سوريا من قبل تركيا. هذه المجموعات التي تحولت إلى مرتزقة لكي تستخدمها تركيا متى ما تريد. يعني الحقيقة ما يجري هو ابتزاز، وتستطيع تركيا ابتزاز روسيا، استطاعت حتى الآن ابتزاز روسيا، وهي تحاول الآن ابتزاز أمريكا أيضا بعد أن قررت الولايات المتحدة الخروج من المنطقة أو الخروج من سوريا بشكل خاص. وهذه المسألة لا أعتقد بأنها ستأتي بنتيجة كما أتت بنتيجة مع روسيا، لأن ليس لدى تركيا بديل أو ليس لديها ما تقدمه للولايات المتحدة في سبيل أن ترضخ الولايات المتحدة لمطالبها أو لشروطها أو لتؤسس منطقة عازلة لتركيا كي تسرح وتمرح فيها. روسيا فعلت لأن روسيا كانت بحاجة، لأنها لولا تركيا لما استطاعت روسيا أن تحقق النجاحات والانتصارات التي حققتها حتى الآن على الأراضي السورية. لكن ماذا ستفعل تركيا؟ ماذا ستقدم لأمريكا كي طيب. تسمح لها أمريكا بذلك؟ هذا هو السؤال المهم باعتقادي الذي نعم. يجب التفكير فيه. طيب، بنفكر فيه ونطرحه على ضيفتنا من واشنطن أستاذة هبة القدسي في نفس ما تفضل به الأستاذ حسين. الأوراق التي تمتلكها تركيا، دعينا نقول بعبارة أخرى، للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتدمير اقتصادها في حال إن قامت بشن عملية عسكرية على حلفاء واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، هنا أتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية أستاذة هبة. نعم، بالفعل على مدى عامين يعني قاومت تركيا وحاربت قوات وحدات حماية الشعب الكردي في غرب سوريا وغرب نهر الفرات، والآن تحاول نقل المعارك إلى شرق الفرات. ما تحاول به تركيا الضغط على إدارة ترامب هو التوصل لحلول وسط تمكنها من مهاجمة والاستمرار في مهاجمة قوات وحدات الدعم الكردي، وبالتالي وهي القوة الأساسية في قصد أو قوات سوريا الديمقراطية. لكن جاءت تهديدات الرئيس ترامب بتدمير الاقتصاد التركي، والإدارة الأمريكية يعني وإدارة الرئيس ترامب يعني ليست عاجزة عن تحقيق ذلك، فهي تلوح بهذا السلاح الخطير وتهدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا أقدمت تركيا على مهاجمة الأكراد في سوريا. المحادثة التليفونية التي سبقت إعلان الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، كان هناك شبه اتفاق على أن يتم سحب هذه القوات الأمريكية مقابل أن تلتزم تركيا بعدم مهاجمة الأكراد وبصفة خاصة قوات حماية الشعب الكردي. لكن ما تم خلال الفترات التالية وما تم من محادثات قادها السفير جيمس شيفري، وأيضا محادثات باءت بالفشل قادها مستشار الأمن القومي جون بولتون، أدت إلى رفع تقارير للرئيس ترامب تشير نعم برجع لعندك أستاذة هبة، مو مشكلة، تشير إلى توتر نعم. هذه العلاقات وعدم التزام تركيا بما يعني ما صرحت به وما قدمته من ضمانات. المكالمة التالية أدت إلى تهدئة هذه الأوضاع مرة أخرى وإلى إعادة الالتزام التركي تجاه إدارة ترامب بعدم مهاجمة الأكراد.
طيب يعني حضرتك فهمت من كلامك انه بعد الاتصال الاخر او دعينا نقول الذي قام به اردوغان مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ضمانات لتهدئة التصعيد او شيء من هذا القبيل؟ نعم، هناك بعض النتائج المثمرة وفق تصريحات مسؤولي البيت الأبيض، لكن ما ستسفر عنه أن يعني التفاصيل مبهمة إلى حد ما، طيب. والشيطان يكمن في التفاصيل. ما نعم. المحادثات التي يقودها الجنرال جوزيف دانفورد الآن في تركيا ونتائج هذه المحادثات هي التي ستحدد مستوى العلاقات ما بين واشنطن وأنقرة، وستحدد أيضا ما يمكن أن تدفع به هذه المحادثات من إقامة وإنشاء فعلي للمنطقة الآمنة. لكن هل السؤال هل ستؤدي رغم التعقيدات إنشاء هذه المنطقة، هل ستؤدي إلى تهدئة الأوضاع، هل ستنهي المعارك التي تقودها طيب. قوات المعارضة السورية؟ أنا لا أعتقد ذلك. طيب أستاذ حسين بدقيقة لو سمحت أختم معك، تعقيب منك أخير على كل ما ورد في المحور الثاني. لا أعتقد بأن الخلاف التركي الأمريكي سيتصاعد، ودانفورد لم يصل إلى نتائج مع الجانب التركي خلال محادثاته الآن، لأن الأتراك يرغبون بما لا تستطيع أمريكا إعطائها لهم. هذا ما أعتقد، والأيام القادمة كفيلة بإثبات وجهة نظر هذه أو رفضها يعني. يبدو أن الأستاذة هبة أيضا متفقة معك بالطرح. أستاذ حسين أشكركما ضيفي الكرام، ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي، شكرا لك أستاذ حسين، وشكر أيضا لك ضيفتي من واشنطن الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. شكرا لكما ضيفي الكرام. مشاهدينا ندخل إلى ملف حلقتنا الثالث لليلة.